مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج الحياه اسرار. النهارده احنا هنكمل الموضوع بتاع الحلقه اللي فاتت، اللي هو موضوع الخيانه الزوجيه، اللي هو لا يخلو بيت مصري او الحقيقه غير مصري، يعني في الوطن العربي او في الغرب، من موضوع الخيانه. بس لما نيجي نشوف هنقول يا ترى الخيانه دي بقى يعني سببها ايه؟ هل سببها الراجل ام الست؟ لما بنقعد نتناقش او لما بيتبعت لي حاجات على المسجز او كده، بلاقي ان مثلا راجل بيتصل بيا يقول لي انا عايز اتجوز تاني. طب عايز تتجوز تاني ليه؟ علشان خاطر انا مش مرتاح في البيت. طيب انت قلت لمراتك؟ لا، ما ينفعش اقولها عشان خاطر البيت هيتخرب. هي عندها ان انا اخونها او ان انا يبقى فيه في حياتي علاقة عابرة، ولا اني اتجوز واحدة تانية. لما نيجي نشوف الست نقول لها، تقولي انا جوزي عايز يتجوز عليا. طب يا ستي حضرتك قعدتي اتكلمتي معاه، تقولي انا مش ناقصني حاجة، انا كاملة وزي الفل وشايفة بيتي وولادي. طب كل اللي انت بتقوليه ده حلو، انت شايفة من وجهة نظرك ان انت مش مقصرة، بس هل بقى من وجهة نظره هو انت مقصرة ولا لأ؟ قعدتي اتكلمتي معاه، شفتي ايه ناقصه عشان تكمليه، شفتي احتياجاته. للأسف احنا بنلاقي في فروقات او بنلاقي في مسافة او بعد بين الراجل والست، اللي هي ايه؟ ان الست بتبقى شايفة انها ليها وظيفة معينة من خلال عادات وتقاليد موروثة خاطئة، والراجل بيبقى شايف ان هو ليه حقوق، او هو ان هو ما هو الا مكنة فلوس. انا بديكي فلوس يبقى مالكيش حق انك تتكلمي، وطالما انا شايفه، والست طالما انا شايفه ان انا بشوف لك ولادك، بخلي بالي من بيتك، بترجع تلاقي الاكل معمول وكل حاجه، انت مالكش حق ان انت تطلب مني اي حاجه تانية. طبعا هما الاثنين غلطانين، لان الرباط اللي بينهم ده اقوى رباط ربنا سبحانه وتعالى هو يعني عامله بين الراجل وبين الست. المفروض ان هو يكون في بينهم حب وتفاهم، يكون في بينهم موده ورحمه. ما ينفعش ان انا مامتي او جدتي او من خلال الاهل اللي عندي يكونوا قايلين لي خلي بالك من بيتك، اهم حاجه، اهم حاجه تطبخي لجوزك، اهم حاجه تنضفي. لا، هو ليه احتياجات تانية. بالنسبه للراجل، انت مش بس قالت فلوس، الست دي برضو كائن حي زيها زيك، ليها مشاعر وليها احاسيس، لازم تشوفها، لازم تشوف هي ايه اللي ناقصها. لو احنا الاثنين قعدنا نتكلم، كل زوج وزوجة قعدوا يتكلموا مع بعض ويشوفوا ايه الخلل او ايه النواقص اللي موجودة في العلاقة بينهم، هيوصلوا لحل. هنيجي نتكلم في موضوع ان لو الراجل عايز يتجوز واحدة تانية، ايه المشكلة لو جوزك اتجوز عليكي؟ البنات بقوا اكتر نسبة الستات او نسبة البنات بالنسبة للولاد او الرجالة بقت فائقة، ما بقتش 4 لواحد، لا دي عدت 8 لواحد. عندك ان هو يخونك او يبقى في علاقة آثمة او في علاقة غير مشروعة مع واحدة احسن لك عشان بتعتبريها نزوة، احسن من هو يتجوز واحدة تانية تشاركك فيه؟ يعني ان هو يغفلك احسن من ان هو يجي يقولك يا بنت الحلال انا في واحدة عايزة اتجوزها. اقعدي اتناقشي معاه، مش يمكن انت اللي غلطانة؟ مش يمكن انت اللي خليتيه يبص بره؟ وفي نفس الوقت الراجل، من حق مراتك انها تبقى عارفة ان انت هتتجوز تاني، من حقها تبقى عارفة اذا كان عندها نقصة او عندها حاجة او عندها مشكلة خلتك تبص بره ولا لا. انا بتكلم على الناس السوية، مش بتكلم على الناس اللي هي عايزة تتجوز عمال على بطال او عايزة تخون عمال على بطال، لا، بتكلم عن اي راجل سوي وست سوية. زي ما في رجالة وحشة في رجالة حلوة، وزي ما في ستات حلوة في ستات وحشة. مش كل الغلط على الراجل ومش كل الغلط على الست، بتكون في اسباب احنا الاثنين بنكون مشتركين فيها. فلازم ان احنا نقعد ونتكلم ونشوف ايه النواقص. ومش معنى ان جوزي عايز يتجوز عليا معنى كده ان انا ست وحشه، بالعكس خالص. ربنا اداله حق ان هو يتجوز، شرع له ده طبعا على اسس وعلى حاجات معينه لازم ان هو يتبعها. يعني ما ينفعش ان هو انا اتجوز واحده تانية وارمي الاولانيه وملهاش حقوق وملهاش حاجه، لا طبعا لازم تبقى عارفه ولازم يبقى في عدل بين الاثنين. ومش شرط ان انت تكوني وحشه او ان انت ناقصك حاجه او ان انت خالص. الراجل ادى، ربنا سبحانه وتعالى ادى للراجل حقوق
وشرع له حاجات ما شرعهاش للست. خلينا نشوف بعد الفاصل مع ضيفتنا النهارده، فاصل ونرجع لكم تاني. عزة حامد زيان حاصلة على دبلوم التنمية الاجتماعية بكلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة بتقدير جيد جدا. حاصلة على درجة الماجستير من كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة، التخصص الدقيق علم المشكلات الاجتماعية والأسرية بتقدير ممتاز. حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة، التخصص الدقيق علم المشكلات الاجتماعية والأسرية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات العربية والأجنبية. استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية، عضو لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، شرفت برئاسة لجنة المرأة بالنادي الأهلي، محاضر اجتماعي سياسي. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفتي النهاردة دكتورة عزة حامد زيان استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية. شرفاني يا دكتور، مساء الفل. ميرسي قوي يا فيري، ومساء الورد، ومبسوطه قوي ان انا معاكي. ربنا يخلي حياتك، ده شرف ليا طبعا. دكتور، النهارده موضوع الحلقه هو تكمله للحلقه اللي فاتت زي ما حضرتك عارفه، عن موضوع الخيانه الزوجيه. وانا اتكلمت في المقدمه عن احنا مش عارفين هو من الراجل ولا من الست. ايه اللي بيدفع الراجل ان هو يخون، او ايه اللي بيدفع الست انها تخون. وكمان اتكلمت في نقطه اتبعتت لي اسئله كتيره جدا عنها، انا ليه جوزي عايز يتجوز عليا، انا مش ناقصني حاجه. فانا كان دايما بيكون ردي ان مش لازم يكون ناقصك حاجه عشان جوزك يتجوز. وعرفتي منين ان جوزك مش ناقصه حاجه؟ من وجهه نظرك انت عرفتي ده، لكن وجهه نظره هو ايه؟ والزوج بيتكلم بيقول انا زوجتي، ده كذا حد يعني، انا زوجتي ممكن تقبل ان انا يكون في حياتي علاقه اثمه او علاقه عابره نزوه يعني، بس ما يكونش ليها شريك فيا، ما يكونش متزوج زوجة تانية. ايه رأي حضرتك؟ ده كلام جميل جدا. بصي بقى، تعالي نقول بس برضو نعرف الخيانة كده عشان اللي ما لو حد ما شافناش المرة اللي فاتت. فضل. الخيانة هي نقض عهد اتنين كان ما بينهم عهد او وعد، وحد فيهم نقض العهد او الاتنين نقضوا العهد. تمام. يعني ايه؟ يعني ممكن الخيانة تكون من الطرفين او طرف واحد. اكيد. كويس. طيب، خيانه من الراجل ولا من الست؟ لا، هي ما بتبقاش راجل وست، هي بتبقى حسب الموقف، حسب الظروف، وحسب تعريف الخيانه. والخيانه لحد فين؟ هل نعتبر انه الراجل اللي اتكلم في التليفون او قابل واحده تانية مثلا هو خان؟ تمام. نعتبر الست اللي عملت نفس الموقف ونفس التصرف خانت؟ بالمناسبه الخاين ده شخص اناني يهمه مصلحته فقط. ونقول كمان ان الخاين ده ما بيهموش قوي درجة قرابة الشخص التاني او الشريك، يعني ممكن يخون اب، اخ، زوج، يخون ابنه. فالخيانة برضو ما تتوقفش على، يعني بقصد انه مش شرط ده يبقى قريبي قوي عشان انا ما اخونوش، لا، بتحصل عادي جدا 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 يعني. ومش شرط يكون اللي قدامي واثق فيا او مش واثق فيا، يعني ممكن جدا يكون واثق في شريك واثق فيه ويخونه، او مش واثق فيه ويخونه. وفي مساله مش واثق فيه دي توديني في موضوع الوصم. في عندنا نظريه اسمها الوصم، يعني مثلا ست على طول وصمه جوزها ده راجل خاين، او الرجاله كلهم خاينين، فالراجل يعمل ايه؟ بيخون. مش انا كده كده خاين؟ بالظبط. ما انا واحد قال لي كده، قال لي انا مراتي طول الوقت تقول لي انت خاين، انت بتخوني، انت بتعمل، طالما انا كده انا ما بعملش حاجه وبخون، يبقى خلاص بقى خون. او عارفه، يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل، انا حاجه فاشل بقى. لما الام كل شويه تقول لابنها انت ما بتذاكرش، انت والنبي ما انت فالح، طب خلاص مش انا كده كده مش مذاكر، وكده كده في نظرها مش هفلح، خلاص مانيش مذاكر. نفس القصه، مش انا كده كده في نظرها خاين، طب خلاص. دي بمناسبه انه يعني الاتهام طول الوقت والتشكيك طول الوقت، ده برضه بيولد يا دكتور ان خلاص طالما انا كده كده بخون، وطالما انا كده كده وحش، طب انا بقى وحش بقى. صح. يعني دي جزء منها كبير كمان، ده يعني مبسط، ده تبسيط يعني عشان الناس تبقى فاهمه معانا. تعالي بقى نتكلم عن عدم الثقه. تمام. في فرق ما بين ان انا اثق في بني ادم واديله حجم ثقه، او ان انا اكون واثق فيه ثقه عمياء. كويس. انا بقول لكل زوج وزوجه بلاش الثقه العمياء. ليه بلاش الثقه العمياء؟
يعني دايما بنقول انه اي حاجه بتبقى يعني زياده شويه عن حدها تتقلب ضدها. لما اثق قوي ثقه عمياء خلاص انا ما بشوفش اي حاجه خالص نهائي. لازم اشوف، لازم اخد بالي، لازم اشوف التفاصيل، لازم اسال نفسي ومنطق الامور، هل ده يمر ولا ما يمرش. دي حاجه، ده بالنسبه لراجل وست الاثنين. تاني حاجه، لما انا اثق في شريكي ثقه عمياء، بقدر الثقه العمياء بقدر الصدمه. ده حقيقي. فيعني نثق وكل حاجه وندي امان وكل حاجه، بس يعني نركز، بحضر، نركز، نركز مش نخنق، والفرق كبير بينهم شعره. هما في ناس يا دكتور كانت بتبعت لي تقول لي انا واحده يعني انا بغير قوي على جوزي وهو طول الوقت بيقعد يكلم بنات على الفيسبوك، يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله. احنا بنتكلم على مواقع التواصل دي في حته عامله لنا فعلا مشاكل كتيره قوي. انهم كلهم على الفيسبوك، على الانستجرام، على بيقعد. قبل ما ندخل موضوع مواقع التواصل وهنكلم عليها فعلا لانها محتاجه ان احنا نحط لها كده يعني كلام كتير، اتفضل نكمل كلامنا في الثقه. واحنا بندور ونفتش ورا بعض كويس، بتحصل كتير جدا. الموبايل لو ما فيهوش باسورد الراجل بينضفه اول باول مثلا، او يبقى في موبايل تاني مرمي في العربيه مثلا. مره حاله جت قالت لي ايه، قالت لي انا بعرف هو بيروح فين وبيجي منين، حتى له سيم كارد في العربيه. هي جايبه موبايل ورميه في العربيه، فبتشوف الدنيا ايه ويروح فين وبتسمع كل حاجه الكلام ده. وبتروح تقول له خلي بالك انا كشفتك ان انا عملت كذا. قلت لها طب انت بتقولي ليه اسلحتك، ليه بتوريها له كده، بتقولي له ليه؟ قالت لي لا ده انا عندي كتير. فهي فنانه في انها تعمل اساليب تجسس على هذا الزوج. طب هي مكمله ليه؟ هي مكمله لان هي عايزه تكمل، يعني في مصالح متبادله فلازم تكمل كويس. لكن انا عايزه اقول ايه، اللي يدور يلاقي، اكيد اللي هيدور هيلاقي اي حاجه تضايقه، اي حاجه، حتى لو مكالمه او تشات ما بينها وبين والدتها بتفضفض مثلا، او مع واحده صاحبتها برضو بتفضفض لها مثلا، هيتضايق انها قالت سر هو مش عايز انها تقوله مثلا. فندور ورا بعض دي كارثه. طب امتى يا دكتور الزوج او الزوجه يبداوا يدوروا؟ لا انا ما انصحش ان هم يدوروا اصلا خالص يعني. بس يا دكتور مثلا ليتس سي انا متجوزه وانا شاكه في جوزي، طب اتاكد ازاي؟ اقعد اتكلم معاه. تفتكري يا دكتور ان هو هيرجع هيجي يقول لها انا بخونك؟ بصي هو انا جالي كذا مشكله، بتقول لي ايه، انا اكتشفت ان انا جوزي بيخوني وشفت وقال لي انا كده ومش هتغير واذا كان عاجبك. طب كويس قوي ان انت قلتي كده. احنا قدامنا حاجتين، يا اما بالمواجهه، والمواجهه معناها ان انا واجهت واتهمت، ده انا متاكده ومعايا بقى ادله وانت كذا وانت كذا، حاجه من الاثنين، يا اما هيعمل كده ويقول انا كده وان كان عاجبك انا هتجوزها مثلا، او هيبتدي يلف ويدور صح. ولكن احنا بنلوم بعض، حاجه اسمها كده اللوم الحلو، عاتب وعتاب جميل. اعرف واعرف بصدق، مش بقصد اتهام، انا فيا ايه، انت حابب يتغير فيا. وقبل ما بتقعد كده وتواجهه تسأل نفسها في الأول، هو في إيه اتغير؟ هو أكيد في شيء اتغير، يعني هل هو هذا الشخص اللي خدته أو اتجوزته يعني من فترة البداية، أو من البداية؟ أكيد لأ، أكيد لأ. وبعدين في حاجة كمان مهمة، من علامات الخيانة، يعني في علامات يعني نعرف منين مثلا. أولا الاهتمام ابتدى يقل ويهتم بنفسه او تهتم بنفسها اكتر، الاهتمام بالشخص ابتدى يقل. أيوة كويس، بس ويزيد الاهتمام للشخص بنفسه. بنفسه كويس، بس ده يتوقف على ايه، اللي هو ان انا اهتمامي بيه قل. لو كان في اهتمام اصلا من البدايه اساسا، لانه ممكن في زوج لا يهتم اساسا خالص، طبيعته كده انه ما بيهتمش اصلا، مش شايفها انثى اساسا، فمش مهم انها تغير لون شعرها، انها تتجدد في نفسها او في البيت، مش مهم، مش فارق له اصلا. كويس. غير كده كمان، يعني ادي اول حاجه قلنا عدم الاهتمام، خلاص ما بيهتمش، وده يتوقف زي ما قلنا على انه هل اصلا بيهتم ودي طبيعته ولا اساسا ما بيهتمش. تمام. الوشوشه في التليفون كتير مثلا، الا برضو اذا لو كانت طبيعه شغله بتخليه يعني في شيء من السريه، مكالمات سريه او حاجه او كده،
طبعا في وظائف كتير فيها قدر من السريه مثلا يعني. بس يا دكتور عايزه اقول لحضرتك على حاجه، في ناس كتيره قوي بتبعت لي بتقول لي احنا بنخونها، وفعلا احنا مش متضايقين ولا عندنا 1% ضميرنا بيوجعنا، لان احنا اتكلمنا معاها كتير قوي وتليفوننا طول الوقت مرمي قدامها والتليفون التاني في العربيه تحت. ده رائع جدا. لا ده مش واحد، ده كتير كتير بيقولوا لي يعني كده. هو بيقول ايه؟ هو بيقول ان هي تستاهل الخيانه. ايوه، لان انا كلمتها كتير وهي ما رضيتش تتغير وما رضيتش انها ترجع اهتمامها بيا او فكل حاجه هي عايزه التليفون اهو مرمي قدامها، بس انا بقى معايا تليفونات تانية في العربيه. هنكمل عفوا هنكمل، بس معانا اتصال. الو الو، مساء الخير. مساء النور. انا فايزه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كنت عايزه ازور الدكتوره. اتفضلي دكتوره، سامعاكي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك انا كنت مخطوبه، يعني انا مخطوبه من 3 شهور، بس هي معامله خطيبي ليا سيئه، هي مش سيئه لدرجه سيئه يعني، بس يعني هو بيعمل ايه؟ متجاهلني. بيعمل ايه سيئه ازاي؟ يعني هو متجاهلني، بدي ارن عليه بيكنسل طول الوقت، حتى لو مش مشغول بيكنسل عليا. طب انت فين؟ طمني عليك. حتى رسائل على الواتساب مفيش، الكلام ده مفيش غير هو اليوم اللي هو بيزورني فيه بيجي، حتى الكلام انا بشحته منه، هو المفروض ان هو بيحبني يعني، فانا عايزه نصيحه يعني. طيب حالا دلوقتي، حالا. طيب دكتور حضرتك فاكره السؤال؟ عشان معانا اتصال تاني. الو استاذ وائل، مساء الخير. فصل الاتصال للأسف. اتفضلي يا دكتور. طيب هي بتشكي من الإهمال، إنه خطيبها ما بيديهاش كمان مشاعر اللي هي عايزاها والاهتمام اللي المفروض الخطيب يديه لخطيبته. يعني انتوا لسه في البداية، امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ هو في اختلافات نوع، اهتمامه هو بيترجم لحاجات تانية خالص غير الكلام وغير المفردات وغير المشاعر الفياضة اللي هي منتظرها منه. يعني ممكن هو اهتمامه ده هو مترجمه في حته تانية خالص، في منطقه تانية خالص، ان انا بشتغل كتير علشان اجيب فلوس كتير ونتجوز اسرع. هو ما بيقولهاش كده لان هو ما بيقولش، يعني طريقه التعبير عن الحب والمشاعر مختلفه تماما، وهي لازم تعرف كده من البدايه. يعني ما تطلبش منه كلام حب كتير وواتساب وحاجات، هو ما بيعرفوش كده، لان هم الرجاله عمليين اكتر كتير من الستات، فمحتاجين يعني محتاجين كمان انه الست تبين لهم عملي، الحب عملي مش كلام برضو. طيب يا دكتور معانا اتصال. الو مساء الخير استاذ احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. الله يخليك حضرتك. ممكن بس حضرتك توطي صوت التلفزيون شويه؟ ماشي، انا بقيت على التلفزيون. حضرتك بتتكلم عن الخيانة الزوجية. ألو. اتفضل، سامع حضرتك، اتفضل. بقول حضرتك بتتكلم عن الخيانة الزوجية. أكيد. طب الخيانة الزوجية دي بتيجي من الزوجة أو من الزوجة، يعني أنت بتقول حضرتك من الزوجة أو الزوجة. زي ما هي الزوجة بتيجي في الزوج. يعني بتيجي في الزوج ماشي ناوي يعني تقول الجواز من زي ولا إيه؟ زي الوقت ما بقاش مع بعض 10 سنين. بقول عايشين مع بعض بقالنا 10 سنين، الوقت بقى طلع في الاول. الو. ايوه حضرتك احنا مش سامعينك بوضوح. يعني للأسف. بعد جواز حضرتك 10 سنين حضرتك بتقول انتوا اتغيرتوا بتقول؟ لا انا ما اتغيرتش، هي اتغيرت بعد 10 سنين، يعني تقول الجواز مش زي الوقت، ما تلاقي المهم هي الوقت ايه؟ زي الاول. طب حضرتك بتساعدها في البيت او مع الولاد؟ لا لا صراحة. طيب ما تجرب تساعدها مع البيت وفي الولاد ومسؤوليات الولاد، لان انت عارف 10 سنين وما شاء الله ولاد ومسؤوليات البيت فزادت عليها، فتتمنى اكيد ان انت كمان تشاركها يعني. هو واضح ان الاتصال اتفصل. معانا استاذ نبيه، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك البرنامج بتاعك بيتكلم عن الخيانه، الموضوع مش موضوع خيانه. الموضوع موضوع ان انا راجل متجوز بقالي تقريبا حوالي 20 سنه، وانا راجل بسافر وبرجع مصر،
فكل ما بسافر وباجي مراتي بايعه حاجه في البيت وجايبه حاجه غيرها بدون ما تقول لي، وكلمتها كذا مره وقلت لها الكلام ده ما تعملوش. دي حاجه. الحاجه الثانيه بتتدخل بيني وبين اهلي، وتملي بتغلط في اهلي قدام مني، فبقول لها عيب، لازم يبقى في احترام. فانا مش عارف اعمل ايه معاها، وكلمتها كتير والله. يعني اخر مره لسه بتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك انك انت اديت قرش لاخواتك، يعني انت حقيقه ما تديش حاجه لحد، خدت بال حضرتك؟ فانا مش عارف اعمل ايه. وبعدين الحاجه الثانيه لسانها مش عفيف، يعني بتتكلم كلام للاسف الشديد الواحد ما يقدرش يتكلمه. يا بنت عيب، الكلام ده مش المفروض ما يطلعش قدام الاولاد، يا بنت كذا، خدت بال حضرتك؟ وبرده لا تكون ولا يكون. طب استاذ نبيه، حضرتك عارف احتياجاتها الماديه ايه؟ هي عايزه ايه؟ هو الاتصال انفصل. او طيب، اول حاجه هي بتاخد فلوس او بتبيع، كل ما يجي يلاقيها بايعه حاجه، بايعه حاجه وجايبه حاجه تانية من غير ما تقول له. وهو بيشتكي انها بتبدل يعني فرش في البيت من غير ما هي تقول له. وحاجه تانية ان هو بيساعد اهله وبتدعي عليهم وبتشتمهم، فده طبعا تمام. أكيد اول حاجه ان هي بتبدل حاجات وبتشتري حاجات والكلام ده، ممكن جدا هي بتبقى من النوع الستات او من الناس اللي بتحب التغيير والتجديد. تمام. ليه هم ما فيش مساحه الكلام والحوار ما بينهم؟ وبعدين هو مسافر، فهو ما عندوش برضو المساحه انه يعرف ايه اللي اتغير، ايه الموضه الجديده، ايه الكلام ده. فيعني هو كمان لازم يعني يقعد معاها ويتكلم معاها. ما هو قال لحضرتك ان هو قاعد يتكلم معاها اكتر من مره وهي برضو لم تستجب للكلام. لا طبعا، هو ما ينفعش طبعا تاخد حاجه من غير اذن الزوج، ما ينفعش يعني، الا لما يقعدوا يتكلموا ويتفقوا، بس هو كمان يديها مساحه انها تقول رايها يعني. ولو قادر ان هو يغير حاجه يغيرها بعلمه. والله يا دكتور بصي، هو اللي هو مشكور الاستاذ اللي قاله، هو ممكن كله يعدي، بس انها تتدخل في علاقه بينه وبين اهله دي هنتكلم فيها. دي حاجه صعبه بصراحه. اولا هي مش من حقها تتدخل في العلاقه الماديه اللي ما بينه وما بين اهله بشكل نهائي خالص. الشرع والقانون زي ما كفل للزوجة ذمة مالية مستقلة، طبعا كافل للزوج ذمة مالية مستقلة، يعني الاثنين من حقهم يتصرفوا في مالهم كيفما شاءوا. وبعدين يعني لو ملوش خير في اهله مش هيكون ليه خير فيها. وبعدين كمان مش من المفترض انه كمان يقول لها انا بعمل ايه مع اهلي. بتقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك لو اديت مليم لاهلك. لا مش من حقها طبعا، مش من حقها طبعا. طب ايه الحل؟ يعني الحل اللي هو يفصل خالص اهله عن الزوجه تماما، طالما ان هو المشاكل وصلت لكده، ان هي كمان مش مرغمه او مش مجبره على انها تتعامل مع اهله بشكل نهائي الا يعني في المناسبات او كل فتره عشان ما تبقاش قطيعه. طبعا الاولاد يعني دول صله رحمهم يعني، فما ما ينفصلوش يعني، ولكن برضو يقعدوا مع بعض ويتكلموا ويشوفوا، او هو يشوف هي متضايقه منهم في ايه. تمام. لكن طبعا هو يستمر في الصرف على اهله زي ما هو عايز، وهي مش من حقها التدخل ابدا. عفوا. طيب احنا معانا اتصال تاني. الو، الاتصال فصل. طيب دكتور، نكمل موضوعنا تاني. تعالي بقى نتكلم عن ايه. عايزة اعرف ليه بنخون. لا غير ان احنا ليه بنخون، ليه الستات بترفض ان الزوج يتجوز زوجة تانية؟ وليه دايما بيحبوا ان هو عادي يعرف اللي هو يعرفه، اهم حاجة بيلف ويرجع لي تاني؟ الكلمة دي مستفزة جدا. طب بصي بقى بصراحة، طول ما الست دي في الظل فأنا كرامتي محفوظة. كويس؟ بتعتبرها إهانة. طب دكتور معلش أنا أسفة، اتفضل هناخد الاتصال ده ونرجع عشان الحتة دي مهمة جدا. أستاذ علي مساء الخير. مساء النور. اتفضل حضرتك. مساء النور. اتفضل حضرتك، سامعك. حضرتك لو انت عايش مع زوجتك تمام. عايش ايه؟ لو انت عايش مع زوجتك تمام بما يرضي الله. كمل اتفضل. طيب دلوقتي انا بقول لها صلي، ده اول حاجه. صلي؟ اه تمام.
تاني حاجة لما أنا باجي من بره أنا في شغلي تمام؟ لما بشتغل بتيجي تقول لي مثلا أنت اشتغلت ب 100 ب 200 أنت وديت فلوسك فين؟ أنا وديت فلوسك في حتة كذا وكذا وكذا وحطيتها في البيت. يعني حضرتك طيب. بتشتكي ان هي حضرتك بتقول لها صلي هي مش بتصلي، وكمان بتتدخل في موضوع حضرتك كسبت كام او ما كسبتش كام، يعني ده في باب رزقك، يعني بتتدخل في الفلوس اللي حضرتك بتكسبها. تمام. طب في حاجة تانية؟ وهي بتشتغل. طب حضرتك بتسألها بقى انت بتاخدي كام وما بتاخديش كام، او حضرتك بتاخد منها فلوس اصلا؟ هي لما اجي اسألها بتقول لي انا بكسب كذا تمام. طيب حضرتك بتاخد منها فلوس، يعني حضرتك هي بتشارك في البيت في مصروف البيت؟ طيب استاذ نبيه اللي كان بيتكلم من السعوديه رجع تاني، معلش. تمام استاذ نبيه اتفضل. حضرتك انتوا احنا اتكلمنا في نص الكلام، ما خدنا الكلام كله. اولا بالنسبه هي بتقول اللي سمعت الدكتوره حته كده منها بتقول ان انت يعني كنا ناقصه فلوس، مش ناقصه فلوس، ده انا بديها فلوس اوفر، يعني بديها 15000 جنيه شهريا. يعني دول استاذ نبيه حضرتك يعني بتقعد تتكلم معاها؟ طيب اسمح لي بس، بتقعد تتكلم معاها؟ حضرتك اتكلمت معاها كتير وقلت لها كده غلط واي حاجه. ايه مبررها يا استاذ نبيه؟ دول اولادي. ايه يعني مبررها؟ اتفضلي. ايه مبررها؟ ايه مبررها لما بتقعد تتكلم معاها وتتناقش معاها، ايه مبررها؟ هي بتعمل كده ليه؟ مبررات اخواتي واخداهم وشايلاهم على راسي. اخواتك بيضحكوا عليك، اخواتك بيسرقوك، اخواتك قلت لها الست دول اخواتي وهم اللي شايلين، هم شايفين لي مصالحي. مين انت تقدري تشوفي لي مصالحي؟ انت مش هتقدري، دول رجاله. خدت لا اخواتك سارقينك، اخواتك نهدينك، اخواتك كذا. فعارف حضرتك كلام يعني. طب ليه حضرتك بتدخلها في تفاصيلك بينك وبين اخواتك يعني؟ انا ما بدخلهاش، والله ما بدخلها، والله ما بدخلها ولا بقول لها حاجه، انا بفوق عليها تعرف حاجات من بره. ايوه بتعرف منين يعني؟ بتكلم اخوات حضرتك من وراك فبتعرف لا منهم؟ لا اخواتي دلوقتي لما عرفوا كده اخواتي قطعوها وقالوا لا خلاص مش عايزين مشاكل لنبيل وعايزين يعيش حياته، وحرام هو طول عمره متغرب وكده، والراجل خليه يعيش حياته. انا راجل اتجوزت وانا عندي 40 سنه، يعني راجل اتجوزت كبير وخلفت بعد 5 سنين، يعني مش قادر اخسر اسرتي، مش عايز اخسر اسرتي، لان انا تعتبر اسرتي عزيزه عليا، لان انا مش راجل يعني ايه اتجوزت عيل صغير 17 18 سنه ما كنتش حاسس بالدنيا. لا انا راجل اتجوزت عندي 40 سنه، يعني 40 سنه خد بالك، يعني راجل فهمان، وقلنا دي نصيبنا وكده. بس حضرتك اللي انا شفته بعد الجواز يعني بجد مش عارف، يعني مش عارف اعمل، مش استاذ نبيه هو حضرتك عندك اطفال؟ نعم. حضرتك عندك اطفال؟ انا عندي ولد وبنتين. ما شاء الله، ربنا يخلي. الله يخليك. طيب انا بس عايزه حضرتك بس تقعد مع المدام وتشوف هي احتياجاتها ايه، هي عايزه ايه، ايه اللي بيرضيها. مالك عليها حلفان وعظيمه، حاسبني عليها ربنا يوم القيامه. زي ما بيقولوا انا لساني دلدل من كتر الكلام، والله من كتر الكلام بيجيني صداع، وعشان تقتنع وعشان كذا. لا انت اهلك وانت اهلك كذا. يا ست مالكيش دعوه باهلي، يا ست اهلي اللي انت عايز، انت ناقصك حاجه؟ مش ناقصك حاجه، عايزه ايه؟ طيب مالك ومال اهلي ليه؟ وبعدين حضرتك يعني بتغلط كتير ولسانها طويل. هي كانت بتغلط ده من البدايه ولا بقت سليطه اللسان مؤخرا؟ لا حضرتك دي لا، الكلام ده بعد ما نزلت مصر، هي كانت عايشه معايا هنا في السعوديه، وبعد ما نزلت مصر ابتدت اتقلبت لدرجه 90، يعني ما اعرفش. حضرتك خد موقف لو سمحت استاذ نبيه، حضرتك خد موقف. يعني الانسان لازم يكون عفوف اللسان كمان، فارجوك خد موقف، لانه في حد كمان للتعاملات. حضرتك انا هاخد موقف اعمل ايه؟ اطلقها؟ لا 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 ما تطلقهاش، لكن بس حذرها. انا حذرتها كتير ولدرجه ان انا قلت لها لو غيرتي حاجه في البيت تعتبر نفسك طلقه. وعارفه حضرتك راحت قالت لي لا ده انا هبعتها هدفع لك كفاره اليمين وما تقوليش كده. قلت لها لا انت لازم تحط السكين على رقبتك، لانك انت بتتصرفي تصرفات بدون علمي وده اكبر غلط. لازم ترجعي لي تقولي لي احنا هنعمل كذا. الحاجات دي اللي في البيت دي كلها بتاعتي انا مش بتاعتك انت. انت لا بتاعتكم انتوا الاثنين يا استاذ نبيه، انتوا شركاء يعني. لا انا زوجتي دي انا جبت لها عفش ب 17000 جنيه ايام ما كانت جنيه في مصر.
وللاسف قد عندي شقه في اسماعيليه ما شاء الله يجري فيها الخير زي ما بيقولوا بالعربي. طب حضرتك حكمت اهلها واهلك وقعدتوا تتكلموا ولا لا؟ الاتصال فصل يا دكتور. هو بصراحه انا من وجهه نظري المتواضعه ان هو لازم فعلا زي ما حضرتك قلتي لازم ياخد موقف. ما ينفعش كده، لازم يحكموا حد او يعني الامور كده مش هتستقيم يعني. هي واضح انها صليطة اللسان طبعا، عفوا بس ده الوصف اللي الاستاذ نبيه وصفه. واضح انها بتتجاوز، وهو مش المفروض ان هو يدخلها في داخلياته طبعا. صح ولا لا؟ ده حقيقي، ده حقيقي. اتفضلي بقى نكمل بقى. عشان ليه الست قد تقبل او تعالي نقول تفوت انه الراجل ده عنده علاقة يعني نزوة، خلينا نقول. فكنا بنقول طول ما هي في الظل انا ببرستيج كده وامتي وانا الزوجه الوحيده. طب ليه يا دكتور؟ ليه هو الموضوع ايه علاقته بالبرستيج وايه علاقته بالكرامه؟ ده في مجتمعنا او في مجتمعاتنا بيقلل من قيمه الست وبيخبط كده في قلوب الست. احنا مجتمع للاسف طول الوقت بنقول قال الله وقال الرسول، بس لما بنيجي لمصالحنا الدنيا بتختلف. بالظبط. نفسي افهم ليه. تعالي بقى تاني حاجه، في ورث. لان خلي بالك انه الراجل ده اتجوز معنى كده ايه؟ ان الزوجه دي ليها حق وليها ميراث، ولو خلفت ولاد الولاد اللي هتخلفهم هيقسموا ولادي في نفس الورث. طب وهل ده حلال؟ طول بقى ما الست التانيه بقى في الخفا، وطول ما هو خلاص بقى ما فيش بقى لا ورث ولا حاجات، والست دي مش زوجه يعني زوجه زيها خلاص. طب يا دكتور انا عايزه اقول لحضرتك دلوقتي ان دلوقتي بقت في بعض اللي هم المأذون الشرعي بقى ممكن ان هو يتجوز من غير ما يوثق ده في المحكمه، وبقت بتحصل كتير، وجواز شرعي من غير توثيق. من غير توثيق في المحكمه، وده من بق ناس موجوده جوه. ازاي ده؟ انا بقول لحضرتك لا دي من ما هي يعني ازاي الستات وصلت الحد للراجل للتحايل انه يدفع يعني يهين نفسك وما ينقرشك وما تهينش نفسك. في ابواب كتير جدا للتحايل كويس، وانه لازم تبلغ الزوجه الاولى فيحصل برضو يدفع شويه فلوس عشان الزوج اللي اسفل مأذون يكتب اي عنوان وهمي كده. لا في ابواب كتير للتحايل، بس طبعا هو يا دكتور اللي انا بقوله ان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. وانا شايفه ده يعني، انا لو جوزي عايز يتجوز عليا برضايا غصب عني هو هيعمل ده. طب وليه انا ما بقاش بتكلم معاه او يبقى في لغه تفاهم او نقاش بيننا وبين بعض، ونقعد نتفاهم ونقول ايه اللي ناقصك، ايه اللي ناقصني، طب انت حتى لو انا مش ناقصني حاجه انت يعني يبقى بالتراضي. في حاجه، في زوجات مش مقتنعه بيطلبوا في زوجات بيطلبوا من ازواجهم يا شيخ روح اتجوز، وبتبقى صادقه جدا على فكره. طول ما الزوجه يعني تعالي نقول لا ترضى بزوجه تانية، فان هي عايزه الراجل ده وعايزاه لوحده وعايزاه شريك. طب بتاثر ليه في حقه؟ ومتقبلاه، بتاثر عشان حاجات كتير كويس. لكن عندي ستات بيقولوا لازواجهم روحوا اتجوزوا تاني، مش عايزه تعيش مع هذا الرجل، ولكن في نفس الوقت مجبره على عيشه عشان ما عندهاش مصدر رزق تاني، او عشان اولادها، او عشان ما تبقاش منفصله عشان الولاد. واوقات كمان تعالي نقول، احنا كنا بنقول برضو من اسباب الخيانه ايه؟ انه اجبرت تم اجبارها على الجوازه. انا مش عايزه ده، ما كنتش عايزاه اصلا. طيب دكتور في سؤال مهم، في حد بعت لي يعني ان هو عنده اولاد، بس هو بيحب واحدة تانية وعاوز يتجوزها، وفي نفس الوقت ان هو خايف يخسر التانية وخايف يخسر مراته وبيته، مش عشان حبا في مراته على قد ما هو خوفا على اولاده. عشان هو ممكن ولاده يعني مراته تاخد الولاد وما تخليهمش يشوفوا تاني، البيت يتخرب يعني. فده ايه الحل؟ طيب الحدوته دي بتتكرر كتير قوي. يعني راجل بيحب وخلاص وعايز يتجوز، ولكن خايف بس عشان الولاد مش اكتر يعني. الشرع ما فيهوش ضرورة إبلاغ الزوجة الأولى، ما فيهوش ده خالص كويس. فلو ما تمش إبلاغها، ولكن إيه بقى، ولكن إحنا يعني بنشهر الجواز
مع الزوجة التانية في وسط أهلها، في وسط شغلها، في وسط المحيط بتاعها، حفاظا عليها. الإشهار يعني الإشهار تم خلاص. أنا بستند على إيه؟ بستند إنه إحنا ما نغرش صدر الزوجة الأولى، وخصوصا إنه ده مش شرع أصلا. يعني إحساس الزوجة الأولى إن زوجها رايح يتجوز واحدة تانية، أو إنه النهاردة بيت الليلة دي مع زوجة غيرها مثلا، يعني إحساس قاسي جدا جدا يعني. أكيد. لكن عايزة أقولك إنه في رجالة ممكن يتحججوا بالحجة دي وما يبقوش عايزين فعليا يتجوزوا أساسا، ولكنها ممكن تكون حجة، عشان بس البنات اللي ممكن اسمعوا كويس يا بنات يضحك عليهم. لأنه هو أوقات في راجل يقول لها أنا مش عايز، عايز أحافظ على الكيان وعلى البيت وعلى الزوجة الأولى والكلام ده، فقد زوجة وشكل اجتماعي والكلام ده، وعشان ما ظلمش الولاد. ولكن هو في قرارة نفسه هو ما عندوش القدرة أنه يتجوز جوازة تانية، هو بيبقى عايز يقضي يومين كويسين كده مع بنوتة تحبه والكلام ده، ويعيش يتدلع كده، عايز يتدلع بعيد عن البيت وبعيد عن الالتزامات وبعيد عن كل حاجة، وفي نفس الوقت هو بعيد عن المشاكل. واحدة جميلة تقول له ان انت لطيف وجميل، وايه الشكة دي وايه الحلاوة دي وايه كده. طب ويشوف الست الثانية دي مجرد مراية كده، لسه شايف نفسه حبوب وجميل وشاب وكده، لكن هو في الحقيقة تعالى اتجوز، لا شكرا، يطلع 100,000 حجة وحجة. سؤال بقى، اتفضلي. دلوقتي هذا الرجل ما كانش عارف انه عنده اولاد مسؤولين منه، وانه هو المفروض انه داخل في العلاقة الاخرى دي بهدف الجواز. سألته قال لي ما كانش بايدي، انا حبيتها وهي حبتني، وانا عمري تقريبا متجوز تقريبا بقاله 12 سنة، وعمره في حياته ما فكر ان هو يعمل كده غير لما شاف البنت دي، لان هي حبته وحبها جدا جدا. طيب الله عليكي، حلو قوي قوي. معنى كده انه من اسباب الخيانة الزوجية العلاقات المفتوحة المتبسطة، وان العلاقات اللي موجودة دلوقتي في المجتمع ما فيهاش ضوابط اخلاقية، انعدام الوازع الديني دي حاجة طبعا مهمة جدا، فيش وازع ديني كويس، والعلاقات بقت سايبة ومفتوحة شوية. وده هيدخلنا للنقطة بتاعتك اللي انت بتحبي تتكلمي فيها، اللي هي ايه؟ السوشيال ميديا. ايوه. عندنا السوشيال ميديا ضغطتين ثلاثة أربعة، ممكن الراجل يكلم ثلاثة أربع ستات في نفس اللحظة نفس الدقيقة. وعلى فكرة وستات كده ممكن يفتح شات مع اي حد. ما هو للاسف يا دكتور دلوقتي الخيانه ما بقتش بتنحصر بس على الرجل، للاسف الشديد وحضرتك عارفه كويس جدا بيجي لحضرتك في المركز خيانات من الزوجه زي الزوج، ويمكن اكتر في الفتره اللي احنا فيها للاسف. النهارده مثلا عندي 10 حالات، 3 منهم خيانه زوجيه، زوج او زوجه، بس طبعا في زوجات، طبعا في زوجات. مش عايزين نقول للخيانه مبرر، لانه مفيش اي مبرر للخيانه، مفيش اي مبرر للخيانه، لا خيانه راجل ولا خيانة ست، ولكن في أسباب للخيانة. أسباب للخيانة، الإهمال من أول أسباب الخيانة، ده حقيقي. ضعف الجنسي، بالمناسبة أن كل أو معظم المشاكل الجنسية ليها حلول، ده أكيد، ولكن بالنسبة للرجل الشرقي بينكر مسؤوليته وبينكر ضعفه. ودكتور حاجة تانية، مش بس الراجل الشرقي بس هو اللي بينكر ده، الست كمان لما بتديش حقوق الراجل ليه وبتمتنع او بتتحجج انها مش فاضية او تعبانة او هلكانة طول اليوم، او بتعملها كتقضية واجب، الزوج بينفر منها. ده حقيقي، ده حقيقي جدا جدا. تعالي برضو نقطة النفور دي مهمة جدا جدا، النكد الكتير في البيت، الكلام على مشاكل. يعني زوج من كام يوم كده بيقولي انا الحياه كلها بقت مشاكل، مفيش كلام بيتقال الا عشان المشاكل، اي مشكله تختلق، مشكله لو حتى مفيش مشكله لازم شكوى باستمرار، فما بيحبش يقعد في البيت. طب هذا اللي ما بيحبش يقعد في البيت ده يروح فين؟ يروح يتجوز. طب دكتور عشان الحلقه اخر حاجه، نصيحه سريعه للمشاهدين علشان ما يقعوش في الفخ، ايه بقى؟ طيب تعالي بقى نقول انه الوازع الديني ده مهم جدا جدا جدا، يبقى عندنا تعالي نقول ايه، صفاء داخلي كده، رضا على عن الحال. لانه احنا لما ما نكونش راضيين عن نفسنا وعن شريكنا وعن الحياه وعن الوضع الاجتماعي وعن الوضع المادي، ده بيدخلنا في حاجات كتير جدا جدا جدا، منها الخيانه. تمام. دكتور طبعا الكلام مع حضرتك يعني
شيق. انا عن نفسي بحب اقعد اتكلم مع حضرتك لان حضرتك ما شاء الله مثقفه جدا وفعلا يعني من الناس المريحه وعندك خبره طبعا مش هقدر اتكلم عليها. حضرتك اكيد مش محتاجه يعني شهادتي خالص يا بيري، وانا كمان ببسط قوي معاكي. ربنا يخلي حضرتك، بس للاسف طبعا احنا بنبقى مقيدين بوقت البرنامج. شرفتيني يا دكتور جدا، ويا رب نبقى كل مره مع بعض ان شاء الله. ميرسي اعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا، وتكونوا بنصحكم اخر نصيحه، اقعدوا اتكلموا مع بعض، خلي في لغه حوار بينكم، ده اللي هينهي اي خلاف. ميرسي اعزائي المشاهدين، وان شاء الله في حلقه تانية من الحياه اسرار.